ايه ايه يا عمتي، البت اللي شيعتيها لي وجعت قلبي. اقعدي يا بت اقعدي، تعالي اعملي معانا الكحك. كحك؟ ليه خير؟ ايه اللي حصل؟ مزاجنا رايق، هو لازم يبقى فيه مناسبه عشان نعمل كحك. حلاوه خروج فتحي من المستشفى. ان كان كده اقعد ونعمل كحك. انا يدي نظيفه على فكره. يلا يلا بينا. بسم الله. بسم الله. ديني يا صلاة النبي أحسن الله وأكبر. بسم الله ما شاء الله. خدي. إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ جبرية فين؟ هتلاقيها هنيه ولا هنيه؟ كنت هكلمك يا أختي. وما تكلمتيش ليه؟ على إيديكي نقش الحنة. آه. تعالي يا ست الكل، تعالي. جيت يا أختي. ودي قاعدة. يا سلام، إيه الحلاوة دي؟ هو العيد بكرة وأنا معرفش. تعالي اقعدي معانا يا شهد. لازم، انا ماليش في اللي بتعملوه ده. يا اختي بلا خيبه، خليكي في اللي في ايدك. تعالي يا بنتي تعلمي لك حاجه هيك تنفعي لما تبقي تتجوزي. قومي. عارفين انتوا فكرتوني لما كنت باجي اعمل كحك وعبد الله يجي يقعد جنبي مني ويمسك المنقاش كده والكحكايه. بتعملي ايه يا عبد الله؟ يقول لي بكتب اسمك يا كريمه. قول له الكحك يا راجل. يقول لي هو في احلى من اسم كريمه وكريمه؟ خلي الكرم يعم على البلد كلها، ولما الصاج يطلع محدش يقرب جنب منه. يلم كل كحكايه عليها اسم كريمه ويحطها في طبق وقعته سودا اللي يجي جنب الطبق وياكله هو. والغريبه البيت الزينب كانت بتغوص فيها، تمسك الغرابي وتعمل كده. ما تسيبي الهباب اللي في ايدك ده وتعالي اعملي معانا حاجه. عرف ده عندي ليكي خبر، لو قلتهولك هتقومي ترقصي 10 بلدي. ينيلك يا فوزيه، انا ارقص 10 بلدي يا بنت ولا 10 بلدي ولا 10 بسره؟ اقول انا ولا تقول انت يا زينب؟ الله، ما تنطقوا، انتوا هتشقطوني لبعض ولا ايه؟ ماما، حق ابويا هيرجع لنا. ايه؟ ازاي؟ هيرجع ازاي؟ مروان وحسن. مروان وحسن؟ مالهم؟ مروان وحسن مسكوا عصام وظبطوه ظبطة ما اقولكيش. مسكوا عصام؟ ايوه، وحق اخويا عبد الله هيرجع كله. بجد يا عمتي؟ بجد؟ اه والله يا شهد. عارفين مروان قال لي ايه؟ قال لي بصي يا زينب، اهو عصام قدامك، خدي حقك منه زي ما انت عايزه. مروان وحسن عملوا كده؟ ايوه يا ماما. انت عارفه انا ساعتها حسيت بايه؟ حسيت انه ما بقاش فارق معايا اي حاجه، وان انا بقيت قويه وممكن اهد الدنيا دي كلها. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. وعبد الله هيستريح وتربطه دلوقتي. فوزيه انا مش عارفه اضحك ولا اعمل ايه. اعمل لك كده اهو اهو. يلا كل، يلا اضحك. يا انت كريم يا رب. اهدي يا عمتي، اهدي. امال مش هنرص الكحك ولا ايه؟ يلا بينا. بقول لك ايه يا عمتي، ما تقولي البتاع ده بيتعمل ازاي بقى؟ انت عارفه لو جبريه هنا عليها نكشه ما حصلتش كده يا فوزيه. وانا نقشتي يا اختي وحشه؟ جبريه ما تعرفش تنقش الا على الحجر بس، ايديها عايزه تتقطع الاثنين. ما شاء الله، دي نكشه مرات عمي ما فيش زيها. انا عايزه اتعلم الرز المعمر، اصل مروان بيحبه قوي. يا بنت يا زينب، ده انا ياما عملته لابوكي. علمولك انا، ده انا بعمله سكر. والحمام الكذاب بيموت فيه. حمام كذاب؟ ايوه الحمام الكذاب، ما تعرفيهوش ولا ايه؟ عباره عن فروج صغير تدفسيه رز او فريك وتكتفيه وتتفسيه في الفرن، بيبقى ايه؟ عسل عسل. ما انت خايفه على ضوافرك. اه يا اختي، خايفه عليهم مكلفاهم. يا بنتي دي لازقاهم، بتحط لهم بتاع كده. جل مالهم، جل مال البلد خلاص. جل يا اقول لكم، انا هقوم احضر الغدا، خلوكم انتوا في الكعك. هتعملي ايه يا فوزيه النهارده؟ هعمل لكم فته، وانتوا عارفين فته فوزيه. عارفينها يا اختي، ما بتتاكلش. هاتي السمنه. خدي يا ماما، خدي خدي. يلا عمتي خدي، اعملي كده اهو يا حبيبتي. شوفي استنى جوه كده وعجيني بقى اهو. معلش يا ريم، انا اضطريت اجيب مروان وحسن مع بعض علشان نتفق،
ما هو مش معقول نفضل على مشاكل كده وفي خلاف مع بعض. ايه اللي خلاك تجمع حسن ومروان؟ ايه اللي في راسك يا عادل؟ ولا انت شايفه ايه؟ لا طبعا اكيد عندك حق، لازم نرجع زي الاول ايد واحده. اكيد صدق، انا حتى رحت لحسن البيت وقعدت واتكلمت معاه واتكلمت مع ريتال، انا حتى اتكلمت مع نعيم. انا لما سافرت بره عرضت الموضوع كله على الراجل الكبير. فعلا ما قلتليش يعني ان انت رحت وقابلته. مش لازم اقولك، في حاجات كتير قوي ما بتتقالش غير في وقتها، وانت ست اللي عارفين. عصام اصله راجل اهبل وبيعمل تصرفات مش صح، وعامل لي مشاكل كتير قوي هنا في البلد، واهم المشاكل دي المشاكل اللي عاملها لي مع مروان ومع حسن، اللي هم اهم اتنين عندي هنا في مصر، اللي الشغل ما بيمشيش غير بامرهم. علشان كده اتفقت انا وحسن ومروان ان احنا نبقى ايد واحده. اللهم صل على النبي. انت خفيت؟ عليه افضل الصلاه والسلام. واو ده بجد؟ بجد. وقررنا كمان ان كفايه لحد كده. مش فاهمه كفايه لحد كده لايه بالظبط؟ لمين؟ كفايه عليك لحد كده شغل يا ريم، خلصت خلاص. والله يا حياتي انا معاك في كل اللي انت بتقوله صح، لازم انا وانت وحسن ومروان نبقى ايد واحده، وكمان موضوع عصام ده مهم جدا. ده بقى ما بيعملش اي حاجه من ساعه ما بقى تحت درس اللي اسمها نعيمه دي. انما انا يا روحي نو. مش انت اللي تقولي لا والله يا ريم، انا جوزك وانا اللي اقول اه امتى ولا امتى. وخلاص خلصت، انا قلت لا. اه في حاجه تانيه مهمه كنت هنساها. في طار قديم بيني وبينك وكبير قوي، وهاخد طاري ده منك ومن الهانم. اوعى ايدك، بالراحه شويه على نفسك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني انت جايبنا قدامك كلنا وعمال تدي فينا في اوامر على اساس ايه؟ انا مش فاهم. على اساس ان خيوط اللعبه كلها في ايدي يا ريم. ده باعتبار ان انا هبله وكنت مصدقه الكلام اللي بيقوله حسن، وموضوع الحفر وموضوع الانتيكات، مش انتوا برضو بتقولوا على الاثار انتيكات؟ على فكره الانتيكات دي كلها نقلتها امبارح بعربيات بجد. اه يعني انا رايي بقى نقعد كده بالراحه مع بعض ونشوف بالظبط يا عادل هنعمل ايه. هو انت ما تعرفيش؟ لا ما اعرفش يا ابن جبريه. مش العربيات اللي انت كنت بعتها امبارح عشان تنجل الانتيكات زي ما بتقولي طلع عليها حراميه وخدوا كل اللي فيها، مش كده ولا ايه يا مروان؟ ايه يا حسن، ما تعبش اعصابها اكتر من كده. وبعدين احنا من ناس صالح، دي مشاكل عائليه بينا وبين عادل باشا. وبعدين يا عادل باشا عيب قوي لما الهانم تحط رجل على رجل وسط الرجاله، ولا ايه؟ سوفا مات يا ريم، اتجد واللي جدله رماه على الرشاح عشان الكلاب تنهش فيه، واللي قتل ولدي هو اللي خد نوراني. استنى يا ست، انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش فاهمك. هاخد طاري، ولو مش النهارده هيبقى بكره. شوفها في دارك يا ريم، تحت رجليكي قدام عينيكي، عشان كل ما تشم ريحته تعرفي ان انا واقفه لك بره، عشان اخد روحك انت كمان. انت مجنونه يا ست، انت امشي اطلعي بره، امشي دلوقتي، مش وقت الكلام الفارغ ده. بقولك يا ست زينات، انت متاكده ان ريم هي اللي قتلت صوفا ابنك؟ ايوه متاكد. حلو قوي، طب ثانيه واحده، تعالي. لا دي لبنى بنت اخوها. لا لبنى واغلى عندها من نور عينيها، خدي طارق منها وعزازي فيها بس واحده واحده. لا لبنى لا لا. طارق مع ريم عادل مش مع لبنى. يا سلام، يعني انا كده خفت بقى، خفت انا من الحبتين بتوعكوا دول. ومين قال لا سمح الله اللي احنا عايزين نخوفك؟ انا عاوزك تبقى مطمنه خالص، المره يأدبها جوزها. يلا يا حسن، احنا من ناس صالح. مع السلامه يا مروان. مع السلامه يا حسن. لا لا لبنى لا، ارجعي لبنى مكانك. عادل بيه، امور يا غالي، انا عايز اخد طار ولدي ودلوك
لا مش دلوقك. انا بوعدك هتاخدي طارق في الوقت اللي انت عايزاه وبالطريقه اللي تناسبك. مع السلامه استاذ زينات.